إطار الواقع الصحي المتردي في العراق والخدمات المنعدمة أو شبه المنعدمة التي لا تحتويها الكثير من المستشفيات في محافظة بغداد في العاصمة، ومن مستشفى العلوية مواطن وثق انعدام النظافة والاهتمام في المستشفى وطريقة وضع أكياس الدم والمنظر الخارجي للمستشفى وكمية الأوساخ قرب النافذة في مكان يجب أن يكون من أنظف الأماكن، مما ينعكس بالطبع على الحالة الصحية للمرضى. فنشاهد.